Sì, sì, c'è il tacchino. Bravi! Ricchi, ti piace? Ricchi, è veramente molto buono. Grazie. Consiglio a tutti. Sì? Malika. Fate like a WhatsApp Malika. Bravi. Se mi dici come dirle meno più, lo dico. Dir un like. Dir un like. كما قلت لكم كسكسو في 5 دقائق فقط، ساهل وماهل وكيتصوب في الدقائق قليله. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. خليكم معايا دابا. المقادير اللي غنحتاجو، اولا نسيت الدجاج. يا ربي. المقادير اللي غنحتاجو في المرقه ديال تاع كسكسو: مطيشه صغيره، كيلو ونص ديال الشرائح ديال بيبي، ديجا غسلتهم مزيان بالحامض وبالدقيق وشويه ديال الملحه وسقطرتهم مزيان. غادي نحتاجو 1 كيلو ديال القرعه اللي حتى هي قطعتها ونقيتها، شويه ديال القزبر والمعدنوسه مقطعين، شويه ديال الثومه. بالنسبه للتوابل كندير معلقه كبيره عامره ديال التحميره، معلقه كبيره عامره ديال المرزيه، معلقه كبيره عامره ديال البزار، معلقه صغيره عامره ديال الملحه، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم البلدي، واحد نص كاس ديال الزيت العود ما بين الزيت العود والزيت الروميه، واحد نص كيلو ديال الخيزو، نص كيلو ديال القرعه خضراء، 2 كيلو ديال الكسكسو. وغادي نحتاج 2 لتر ديال الماء، نسيت ما حطيتهمش مع المقادير. صافي هذا الشيء اللي كاين في المقادير. دابا غندوزو للطريقه. نسيت ما حطيتش البصله مع المقادير، خديت البصله مشلضه درتها دابا في الطنجره. كنديروا الطرف ديال اللحم ديال بيبي، وغنزيدو عليهم التوابل، وغنزيدو القزبر والمعدنوس والثومه حتى هي، غادي نزيدو الزيت وغادي نشحروا هاد العناصر كلهم مع بعضهم. من بعد نعاودو نتلقاو هاد العناصر كلهم باش يتشرب ليا بيبي هاد المقادير كلهم. ملي غادي نخلطو بيبي ديالنا مع هاد المقادير كلهم اللي درنا معاه، صافي كندير الفوق العافيه حتى كيتشحر ليا مزيان، ونعاود نتلقاو باش غادي نزيدو الخضر. وغادي نزيدو 2 لتر ديال الماء اللي ديجا درتهم في المقرش حتى يغلاو مزيان. صافي هذا الشيء اللي كاين. هانتوما شحرت مزيان اللحم ديالي كما كتشوفوا، قلى مزيان وتشحر مزيان 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 حتى تشرب ليا هذوك المقادير كلهم اللي درنا معاه. هانتوما كتشوفوا المرقه كيفاش كتجي باينه تقلى مزيان. دابا غنزيد عليه مطيشه صغيره وغادي نعاودو نشحره مع مطيشه صغيره، من بعد غنزيدو الخضر وغنزيدو الماء غليان. هانتوما كنزيدو مطيشه صغيره وغادي نخلطو هاد العناصر كلهم مع بعضهم. مطيشه صغيره كتعطي الكسكس واحد المذاق هائل. هانتوما كنزيدو الماء غليان وعاد غنزيدو الخضر. الماء غليناه مزيان، دابا درناه يعني مع هذا مع الصدر ديال بيبي، مع بيبي بغيت نقول. صافي غادي نزيدو الخضر ديالنا كاملين، وغندي الطنجره ديالنا الفوق العافيه كتكون في الاول مجهده حتى تبدا تغلى. صافي كندير يعني كنقصوا على العافيه، صافي كنخليها المده ديال 45 دقيقه على العافيه كتكون متوسطه. من بعد نعاود نطلقها باش غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. دابا غادي ندوزو باش غادي نوجدو كسكسو، غنوجدو كسكسو بدون الفوار. صافي هانتوما كناخذوا واحد القصريه كنديروا فيها هذا الكسكسو، كيلو ديال الكسكسو
انا غسيلو غسيلو حيت القصريه عندي الصغيره ما غنقدرش ندير جوج باكيات في مره حيت غيجي ليا كسكسو كيتعجن. كندير كسكسو حتى كنوجدوه وعاد غادي ندير كسكسو داك كيلو الثاني. كنديروا شويه ديال الزيت العود، كنديروا شويه ديال الملحه، وغنديروا شويه ديال الزبده. كنغطيو الكسكسو ديالنا بالماء حتى يكون غليان بحال هذاك اللي كنعمروا بها اتاي، هو هذاك يعني كنعمروا هذاك الماء اللي كنعمروا بها اتاي بحالو صافي. كنخلطوا الكسكسو باش يندمجوا ليا هاد العناصر اللي درنا معاه. غادي نعاودوا شويه ديال الماء غير كنغطيوه، ما كنكثروش الماء حتى يجينا معجن. هاد الكسكسو البنات ما كيكونش يعني ما تيحتاجش لا الفرن لا حتى حاجه. كنغطيه بلا بطاطا لا منيوم. حيت الا خليته اكثر من 5 دقائق كيتعجن لكم، من بعد 5 دقائق غادي نعاودو نطلقو. من بعد 5 دقائق كنعريو على الكسكسو ديالنا هانتوما كتشوفو صافي. كنخلطوه بالفرشيطه وها هو واجد. ملي غنخلطوه مزيان غادي نزيدو عليه مازال شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت صافي. هانتوما كنزيدو عليه شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت صافي. غادي نكسكسوه وصافي، وغنعاودو نغطيوه حتى توجد المرقه. غادي ندير نفس الطريقه بهذاك الكيلو الثاني اللي خليته على الجنب. كما قلت لكم هاد القصريه عندي الصغيره، الا درت جوج كيلو غادي غير يتعجن ليا الكسكسو ديالي صافي. هانتوما كتشوفوا هانتوما الكسكسو ديالنا واجد صافي. غادي نعاود نغطيه بلا بابا دنا من يوم، كنخليه على الجنب حتى كتوجد المرقه ونعاودو نطلقوه باش غادي نسقيو الكسكسو ديالنا. هانتوما المرقه كيفاش كتجي، القرعه حيدتها حيت ما بغيتهاش تشتت ليا. هانتوما المرقه ديالنا كيفاش كتجي، كتجي رائعه جدا. والروايح البنات ها كاين عندنا في الدار، هاد المرقه هادي كتجي بنينه، كونوا متاكدين غير تبعوا المقادير الطريقه غادي تعجبكم صافي. دابا غنطفي عليها صافي. الكسكسو ديالنا ها هو قديتو في الطوسيل، المرقه حتى هي واجده هانتوما كتشوفوا، كتجي رائعه جدا صافي. دابا غنسقي الكسكسو ديالنا. جوج القصريات جوج الطباسل اللي درت ديال الكسكسو، وغادي نسقيهم بنفس الطريقه. درت واحد للناس اللي كنخدم معاهم، وهذه ديال واحد الطليانيه اللي حتى هي طلبتني كسكسو من شحال هذه. ايوا قلت اليوم غادي نجمعهم هي والناس اللي كنخدم عندهم. كنسقيو الكسكسو ديالنا كما كتشوفوا صافي، كنزينوه بالقرعه من الفوق. ها انتم الكسكسو ديالنا كيفاش كيجي. صافي هانتوما الكسكسو ديالي واجد جا.
اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وساهل وماهل وكيتصوب في 5 دقائق فقط. هاد الطبسه غندير الخدمه وخليكم معايا وغادي تشوفوا ردات الفعل ديال الناس اللي كنخدم عندهم في هاد الكسكسو هذا. وهذيك الطبسه الاخرى غنصيفطها لجارتي حيت كما قلت لكم طلبتها ليا من شحال هذه، وقلت ليهم علاش ما نصيفطهاش ليها حتى هي ندوقها في كسكسو مغربي اللي كلشي كيعشقوه وكلشي كيحماق عليه. خليوكم معايا باش غنديكم للخدمه وغنشارك معكم اجواء ديال الخدمه، وقولوا لي رايكم. صافي ها انتما غطيت الكسكسو ديالي بلا بابا فلا مليون، دابا غنغطيه بالسرد صافي باش يبقى سخون. خديت السرد نقيين وغنغطيو بهما الكسكسو ديالنا. هذا هو الكسكسو ديالنا البنات، كما قلت لكم حتى نتلاقاو في الخدمه ان شاء الله. صافي ها نتوما دخلت للخدمه وحطيت لكم حطيت لهم كسكسو، قلت لكم حطيت لكم والريكاردو مشى كيطلع عليه. صافي غنخلي الكسكسو تما. السلام عليكم، كنسالي الخدمه عاد غادي نخليكم معنا باش نشوفوا. سالينا شويه بقينا في الدار ولا البيتزيريا، دابا غنديكم باش ناكلوا الكسكسو ديالنا ومن بعد نعاود نتلاقاو باش غادي نجمعوا الفيديو. الو راسي ما نجاونا عنديامو برافا مارتينا سيمبري. Buono, ci salta uno. Dai, andiamo. Marti, fammi la coca. Subito. Per favore. Gretta, sei stanca. C'è una cosa proibita qua dietro. Tu sei stanca. Dai, andiamo, andiamo. Vai, troppo, Martina. Vai, Martina. Vai, vai, vai. Sì, sì, viene che piccola la mattina. Questo pezzo? Devo fare la storia. Devo fare la foto anch'io, aspetta, è troppo bello. Devi farla, se no mi arrabbio. Martina sta facendo le foto? Sì, mamma. Mamma. Dai, venite, venite tu. E di quel gusto margherita, raga. Tacchino questo? Sì, sì, c'è, c'è il tacchino. Cosa ti metti, mi piace. Anche Marvinas. Va dentro la cosa di Anna, mi piace. Non vuoi dire come sono bello. Sì, questo ti piace, sì o no? Ah, sei sicuro? Che buono. Veramente cus. Proprio. Tu Martina ti piace questo cus perché non l'hai ancora preso? L'ha già vista, ha leccato te, dimmi se ti piace o no. È buonissimo. È buonissimo? Grazie, brava. Silvia, ti piace sì o no? Sì, sì, ma solo le carote. Solo le carote? Allora non ti piace? No, perché non mi piace le verdure. E quello mi passa. Va bene. Scusate, raga. Non sto fermando bocca. Con quella che mi passa. Rick, ti piace? Rica, veramente molto buono. Grazie. Consiglio a tutti. Sì. Buono, non so perché venire con la luce. Per un po' sì, adesso sì. Antonella, ti piace? Era squisito. Grazie. Ti piace? Veramente, veramente tanta roba. No, dite, fate like a vostra fatmalica. Fate like a vostra fatmalica. Bravi. Se mi dici come dire le mani a culo, dico. Dire un like. Dire like, un like. Dire un like, bravo. Fate un like. Bravi!